بالنسبة لي حاضر يا مال الجنيف أم دمني وفدي معارضة ككل تاني حركة كردية بتمثيل أخوة ب نابي مجلس الوطن الكردي حاضر دبل الجنيف أم دمني وفدي معارضة بكاملة وضع المعارضة جي مؤلف ايش قال لك فصائل وايش قال لك اطره وايش قال لك فصائل مسلح وافيدا وام جار دجي دا خوازي اخوه دهر وقت دهر جي دا ام تاكيدك النسر وام بردوام دخسنا خد جوير وام هرتم جي دي بينن حل قضية كردية سوريا دي في دريا ان أفكرنا سوريا ديمقراطي تقدمي برلماني تعددي دو هندر ريوي دي مكوني كردي بقي ما في قوة دي فترالية دي والسروي أساسي أفقا بي بي أغابي دي وأموي كاري دي كن جبو فيا مستقبلا وقتا أو لجاني تحضيري جبو أقدانينا مسوداك دستورة سوريا نه أم دويا دي كاربن دا خوازي ملتي كردي دي بجيبك.